السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فما بقى يعني كثير من الناس يعني يسمعوا بالقطعة وما يعرفوها شنية. سألوني عدة اسئلة، يقول لي شنية معناتها الترناتير، شنية معناتها ديمارير، شنية معناتها بومبافيج، شنية معناتها ربراكا. فمش نحاول توا نصور بعض الحاجات ونوريكم شنو اساميهم بالضبط. مثلا كما هذا اللي قدامي، هذا يسموه الترناتير، هذا اللي يشارجي البطري، هذا باش يدور يشارجي البطري، هذا يسموه الترناتير. فهمتني؟ فما ناس يعني ما يعرفوش يسمعوا كلمة الترناتير لكن ما يعرفش الترناتير شنو، هذا يسموه الترناتير. هذا الترناتير عرفناه، نحي مغادي. هذه مثلا اسمها بومبافيت، هذه اللي باش تعطي الهواء للسيرفو، هذه بومبافيت، هذه بومبافيت اسمها، هذه تعطي الهواء للسيرفو. فمن يسمع بكلمة بومبافيت ما يعرف شنو هي بومبافيت، هذه بومبافيت يسموها، هي تعطي الهواء للسيرفو باش يشد الفرن. هذه عندنا بيستون، هذه بيستون، فمن يسمع بكلمة بيستون ما يعرف شنو بيستون، هذه بيستون، هذه بيستون، هذوما اللي فيها سيغمونات، هذوما سيغمونات يسموهم سيغمونات. هذه اللي راكبة فيها البيلة تسمى بيلة. فما ناس يعني ما يعرفوش شنو الفرق ما بين البيلة والبيستون والسيغمون. هذه بيلة بيستون، واللي راكب فيها ملوطة، اللي راكبين فيها ملوطة هذوما الحلق، هذوما سيغمون. قلنا سيغمون وبيستون وبيلة. يسمع بالتيت كاردون ما يعرفوش تيت كاردون شنو، هذه تيت كاردون، هذا اللي يدور العجلة من قدام، يدور اللي تمشي به السيارة من قدام في جهة العجلة في جهة الكاميرا. يعني هذا يسموه تيت كاردون، هذا تيت كاردون كي تدور الكهرباء على اليمين يدور، يعني هنا فما كروزيون دو، كي تدور الكهرباء على اليسار كيف فما هنا كروزيون دور، يعني يسموه كاردون، وهو ديما يدور مع السيارة في المشي. هذا ديمير، هذا ديمير اللي يشغل المحرك مثلا، هذا ديمير اللي يشغل المحرك، هذا كي تدور انت المفتاح من داخل فص السيارة، هو هذا يقوم بتشغيل المحرك باش يخدم المحرك وتمشي السياره. يسموه ديمارير، يسموه موتورينو، يسموه مولد، لا مش مولد، المولد اللي هو الانترنت، يعني كل البلاد شنو يسموه، احنا نسموه ديمارير في تونس او بالفرنسي يسموه ديمارير. هذا ديمارير يسمع زاد بكلمه توندور، توندور كروا، توندور شان، ما يعرفوش توندور شنو هو. توندور هو حاجه يعني تكبس السبته او الكروا او الشان، هذا اسمه توندور، يديما يدور مع الكروا ويكبس الكروا ويتحكم هو في الكروا، يعني في السبته يعني يكبس فيها ويرخف، هذا توندور. يسمع بالبوبين، نقول بوبين شنو هي، مثلا هذه بومبين، مثلا هذه فما بوبين، هذه تخدم دي بوجي وهذه تخدم دي بوجي، هذه يسموها بوبين، هذوما دي بوبين مع بعض، هذوما دي بوبين، هذه بوبين. يسمع بالبومب فران، هذه بومب فران، تشد الفران تنزل عليها، هذه كي تنزل عليها من هنا هذه تشد فران، هذه يسموها بومب فران، أو بومبا نتاع فرينو، هذه يسموها بومب فران. هذه يسمعوا بالأربراكام، هذه اسمه أربراكام، هذه أربراكام باش يشغل الأربراكام نتاع كهرباء ديزل ولا إيسونس، كيف باش يشغل، كان ديزل باش يشغل البومب فيد من هنا، كان إيسونس باش يشغل الديكو من هنا اللي هو يعطي المولد نتاع كهرباء، كان إيسونس باش يشغل من هنا الديكو ومن هنا البومب ايسونس، وكان في الديزل في المازوت بنشغل هنا البومب فيد برك هكا. هذا مهمته الاربكام، هذا يعني يجي في البلوك مش في الكلاس، هذا الاربكام تاع البلوك. فما الاربكام اللي يجي في الكلاس اللي هو هذا اللي فيه 8 كامات، هذا ما الكامات سموهم كامات، هذا ما فيه 8 كامات، هذا الاربكام اللي هو يدور فوق في الكلاس باش ينزل على السباب ويعمل كومبريسيون مع السباب ويدور، ديما يدور، هذا باش يعمل يعني طلوع نزول نتاع السيباب في وسط الكلاس، هذا نتاع يعني كهرباء مازوت او ايسونس. هذا في موجود زاد في طريقه اخرى، كون الاربراكام يجي لوطه في البلوك وتجي فوق منه، هذه يسموها رامب كيلبيتر، ولا يسموها بنطريه بطليان، ولا يسموها عصافر، زاد هكا بالتونسي يقولوا عصافر، يعني هذه رامب، هذه كل عصفور يسمى كعبة، يعني كيلبيتر، كعبة كيلبيتر، وكلهم بعضها تسمى رامب كاملة. هذه تجي في الليسونس وتجي في المازوت، هذا في ممنوعين. عندنا في يسمعوا بالتيربو مثلا، هذا تيربو، عندنا تيربو،
التيربو اللي هو تلقى فيه مروحه من جهه من جهه الشكمو تيربينه تسموها، هذه مروحه، ومروحه اخرى من جهه الادميسيون اللي هي تيربينه زاد من جهه الادميسيون، هذه تيربو يسمى تيربو. هذا باش يعرف الواحد باهي ولا ما يكون ما فيش جي من جهتين، ما فيش برشا يعني جدوب لاش انا حاجه خفيفه. هذا تيربو، اللي يسمع بالتيربو ما يعرفش تيربو، هذا تيربو، هذا تيربو من هنا تيربينه مغاي تيربونه تيربينه، وهذا يعني يعاود يستهلك المازوت اللي يخرج الدخان اللي يخرج من السياره، يعاود يستهلكه ويعاود ياخذ المحرك. هذا تيربو نوع صغير، وهذا تيربو مثلا نوع كبير اكبر منه، هذا هو كلها تيربو، هذا تيربو. هذه مثلا كور بابيون، هذه اللي هي وقت تكسيلاري هكا، تكسيلاري هكا تحل، هي الكور بابيون هذيك تحل وتكسيلاري هكا تمشي، يسموها كور بابيون. اللي ما يعرفهاش الناس يسمع تسمع يسمع بكلمه كور بابيون ما يعرفهاش، هي كور بابيون هي تخدم مكان الكرباتة، هذه كور بابيون. هذه عندنا هنا هذه بومبوي، نسمع بالبومبويل مثلا، ما عرفش بومبويل شنو هي، هذه بومبويل هي اللي تجبد الزيت من الكارتير وتعطيه فوق للمحرك باش يزيت، هذه يسموها بومبويل، فيها تلقى دورة تدور من هنا، وفي كل بومبويل شنو هي نوعها، هذه بومبويل، فما اللي ما يعرفش بومبويل شنو هي، هذه ليجير، فما اللي ما يعرفش شنو ليجير، هذه جير، هذه جير، هو كونه بياس الكتريك تركب في الكولكتر نتاع الادريسيون، وتعاون التيربو، وتعاون المحرك في المشي، يسموه ايجير. يسمعوا بالجير ما يعرفوش الجير شنو، يسمع بالتريم تاع الفران، هذا التريم تاع الفران اللي يركب في العجلة بيشد الفران ويركب فيه الباتان، هذا التريم تاع الفران، هنا يركب الباتان، هذوما هنا كعبتين يركب، هنا كعبتين باتان، وهذه التريم تاع الفران، وهذه فليكسيبل، يسموه فليكسيبل، هو اللي باش ياخذ الزيت من الطرمبة تاع الزيت تاع تنزل انت على الفران في وسط السيارة، يدخل الزيت من هنا ويخرج وينزل على البيستون هذيا. البيستون هذه تنزل على الباتان هنا، يسموها تريم تاع فران، هذه البيستون هذه تبدا كي تنزل على فران انت تخرج، كي تسيب فران ترجع اوتوماتيك يعني وحدها بالبريسيون تاع الزيت، هذا يسموه تريم تاع فران. هذه هي بومبا سيستي اللي هي وقت انت تخدم الكهرباء يولي الفولون سهل، يولي ما عادش صعيب، يولي ما عادش كاسح. هذه بومبا سيستي كل سياره هي نوعها، انما هنا تاخذ فكره برك شنو هي بومبا سيستي وشنو هي واحد، هذه تدور ديما مع الكروا بومبا سيستي، هذه بومبا سيستي، هذه بومبا سيستي، هذه الأغلبية طبعا الناس يعني برشا ما تعرفش شنو معناتها كلمة بومبا سيستي. هنا يعني العملية هذه حبيت نوريكم شنو هو البومبا سيستي وشنو هو هذا، يسمع بالكولكتور إيشابمون مثلا، هذا كولكتور إيشابمون، هذا اللي يخرج منه الأربع فتحات هذوك كان هي كالسلندر، يخرج منه الدخان اللي بيشيل من المحرك، ومن بعد يخرج يمشي. سووا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.